ابن القيم رحمه الله طال البحث في هذه المسألة جدا، لأن كثير من أئمة المساجد في زمنه من الشافعية أو المالكية وهم يرون القنوت في الفجر طيلة أيام السنة، وما ذكره واضح جلي طال البحث وبسطه بما لا مزيد عليه في هذا الموطن، لا من جهة الفقه ولا من جهة ذكر الأحاديث والتعليلات في هذا. وملخص ما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت وترك، وقنوته في الفجر كان لغرض النازلة، فإنه قنت شهرا في المغرب وفي الفجر يدعو لأقوام ويدعو على أقوام، وقنوت في النوازل سنة ماضية، والنبي صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل أيضا وترك القنوت في نازلة بحسب ما رآه عليه الصلاة والسلام. فاستدامة القنوت في الفجر لغير نازلة هذا ليس من السنة، كما ذكر وقرر أن الأحاديث جميعا إنما تدل على جنس القنوت لا على استدامته. لهذا المذاهب ثلاثة: مذهب أهل الكوفة لا يرون القنوت مطلقا لا في النوازل ولا في غيره، يعني قنوت في الفجر دوام السنة ولا حتى في النوازل. ومنهم من يرى، وهم الشافعية والموالك كما في ذهني، يرون القنوت دائما في الفجر سواء ثم نازلة أو ليس ثم نازلة. والقول الثالث هو قول الحنابلة وأهل الحديث، وهو أن القنوت في الفجر سنة إذا كان ثم نازلة، أما إذا لم يكن نازلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنت على الدوام، وإنما قنت في الفجر شهرا لأجل النازلة والمغرب. ومنهم من يرى أن القنوت في جميع الصلوات، منهم من يرى أنه في الفجر والمغرب، منهم من يرى أنه في الفجر خاصة، يعني ممن رأى قنوت النوازل. أما ما ذكره من حديث بجعفر، حديث أي وش الحديث أول الإسناد؟ ما زال رسول الله قبل أبو جعفر ما جاب شيء. حديث أبي جعفر عن الربيع بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، ذكر ابن القيم عدة توجيهات. أولا قال إن الحديث في إسناده أبو جعفر وقد ضعفه أحمد وجماعة، وهذا هو الصحيح، فإن حديثه مناكير كثيرة، وذكره لقصة الميثاق والحديث الطويل دليل على نكارة عدد مما يرويه كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. الثاني أن قوله لم يزل يقنت وجهه ابن القيم أن المراد بالقنوت هنا هو طول صلاة الفجر، وهو خلاف ما شاع في زمن أنس من أنهم كانوا يقصرون صلاة الفجر تبعا لأمراء زمانهم، فإنهم كانوا يؤمون الناس ويقصرون الصلاة، فكان يريد أن يبين أن السنة في صلاة الفجر هي طول القيام، طول القنوت، أو أنه يقنت يعني يطيل القيام في صلاة الفجر. لذلك هذا توجيه من ابن القيم رحمه الله، وهو أن معنى لم يزل يقنت يعني لم يزل يطيل الصلاة أو يطيل القيام فيها. وثم وجه آخر ما رأيته تعرض له فيما سمعت، وهو أن قوله لم يزل يقنت أنه رد على من لم يرى القنوت في النوازل أصلا، وأن قوله لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا يعني أن جنس القنوت في النوازل لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هناك من الفقهاء من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قنت لما حصلت مقتلة القراء في ذات الرقاع وترك القنوت بعدها مطلقا، فدل على أنه نسخ، شرع ثم نسخ،
فيمكن أن يستدل بكلام ابن كلام أنس هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنط، يعني جنس القنوت قنوت النوازل، فإذا جاءت نازلة فإنها ليست بمنسوخة، بل قنوت النوازل سنة ماضية عنه عليه الصلاة والسلام، لم يتركها عليه الصلاة والسلام نسخا لها، وإنما ربما فعل وربما ترك، وهو عليه الصلاة والسلام لم يزل يقنط. فيكون المقصود جنس القنوت ليس بخصوص قنوت الفجر المعروف عند الناس والذي فيه البحث، وهو القنوت المستديم لاللهم اهدني فيمن هديت واهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، بالقنوت في الفجر بعام. ومما ذكر ابن القيم رحمه الله أن أهل الحديث في هذه المسألة وسط، لا يبدعون من قال بالقنوت ولكنهم لا يرونه. لهذا سئل الإمام أحمد عن من صلى مع إمام يقنت في الفجر هل يرفع يديه معه ويدعو؟ قال لا، ولكن يظل معه حتى يسلم. فقيل له أينصرف؟ قال لا، هو في جماعة، أو كما قال أو كما نقل عن الإمام أحمد. المقصود من هذا أنه إذا حصل قنوت للإنسان، قنوت وصاحب السنة في مسجد قنت في الفجر وهو خلاف السنة بل لا دليل صحيح عليه، فإنه لا ينصرف لكن لا يؤمن معه، لا يرفع يديه، بل يكون كالمنتظر إلى فراغهم. وهذا من مما ذكره ابن القيم في ماذا، وباقي البحث واضح إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. نعم. وهم مالكية ولا شافعية؟ هذا ما له أصل، يعني قلب اليدين، قلب اليدين في الصلاة هذا ليس له أصل، بل هو إذا التزم صار بدعة. وإنما الذي جاء فيه رفع اليدين وكفء اليدين في الدعاء هو في الاستسقاء، كما فهمه بعض أهل العلم بأنه يرفع يديه ويقلبها. والصحيح فيما جاء في الاستسقاء أن الاستسقاء كغيره، يرفع يديه ويجعل بطون يديه إلى وجهه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء بالغ في الرفع، بالغ في رفعها جدا حتى صار ظاهر اليدين إلى السماء، ليس قصدا لقلب اليدين وإنما من شدة الرفع، رفعها بشدة حتى صارت مقلوبة. أما قلبها من البداية هكذا فهذا خلاف الأحاديث الكثيرة التي دلت على أن الدعاء إنما هو ببطون الأيدي. وفي الاستسقاء حتى يغير الله جل وعلا من حال إلى حال، كما علله من رأى أنها يقلب يديه. أما في الصلاة فلا أحد، ما أعرف أحد من العلماء الأئمة يقول أنه يقلب يديه، هو من فعل إما من المتأخرين أو من فعل العوام. هذه محل اجتهاد يجتهد فيها العالم، ما هي النازلة التي يقنت لها، هذا اجتهاد العلماء يجتهدون في النازلة التي يقنت لها. لا شهر أكثره، شهر أكثر القنوت في النوازل النازلة شهرا، النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا، هذا ظاهره أنه لا يزيد عن الشهر. لكن إن اجتهد العلماء وبقيت النازلة واحتيج إلى أكثر هذه المدة فيه محل اجتهاد، لكن التقيد بالسنة هو الأصح.